طيب ما كان ربنا قادر سبحانه وتعالى أن ينزل الأمر واضحا عشان ما حدش يختلف. ليه الاختلاف؟ صحيح. الاختلاف من أجل أولا نعرف سبب الخلاف إيه، الأمر الثاني يكون فيه التوسعة على الناس. يبقى معرفة سبب الخلاف ده مهم قوي. هو ليه الناس ليه بنختلف في الأحكام الفقهية؟ احنا بنختلف في الأحكام الفقهية لابد أن تعرف أن بيقول لك اختلف عشان نعرف سبب الخلاف فنضيق دائرة الخلاف، نعرف أن الأمر واسع، الأمر مش محتاج أن طب الأمر الثاني نعرف كيف نتحاور لنصل إلى الصحيح من الأقوال، يبقى نضيق دائرة فما نتقاطعش، لا نتقاطع. لذلك أكبر خطأ أن نقيم تقاطع على اختلاف فقهي. لنظرة الفقهاء عبر الزمان كل الأحكام الفقهية مختلف فيها، 1,200,000 مسألة فقهية في الفقه الإسلامي. نعم. مش هنلاقي 100 مسألة مجمع عليها، لازم في اختلاف، لازم في وجهات نظر أشياء بسيطة جدا مجمع عليها. وهنلاقي معظم الفقه، هنقول كده معظم الفقه مختلف فيه، المعظم مش هنحدد 100 ولا، هنقول معظم الفقه مختلف فيه. دي مسألة طبيعية. طبيعية. لو أراد الله أن يجعل الأحكام على قول واحد لأنزل ذلك، وإنما جعل النص تختلف فيه الفهوم علشان أنت هنا في مصر تفتي بطريقة، وأنت هناك في أمريكا يفتى لك بطريقة، وأنت بلا. ليه؟ لا، هو بيتلاعب؟ لا، ده مش تلاعب. الفتوى تتغير عبر الزمان وتتغير عبر المكان. جميل. بس استنادا الى القران الكريم بالضبط. والسنه النبويه بالضبط. لكن الحكم ثابت. الحكم ثابت. امال ايه اللي بيختلف؟ الفتوى بس. انت بتختلف زي بالضبط المريض. انت بنقول الصلاه اركان، قيام قعود ركوع سجود. طب ما انت احيانا تصلي وانت قاعد، وايه اللي حصل؟ حصل اعتلال للبدن، مرض في البدن مش قادر يقف فبيصلي وهو قاعد. هو حكم الصلاة يعني هنقول ما فيش ركوع وسجود في الصلاة؟ لا، هنقول فيه ركوع وسجود في الصلاة، بس حالة هذا الإنسان اختلفت، فلذلك اضطر انه يصلي وهو قاعد. فإذا الحكم ثابت، امال ايه اللي حصل؟ الفتوى تغيرت بحسب حال هذا الإنسان.